فاللائحة أنا أتمنى أنها تصدر أولا في أقرب وقت ويتم تفعيلها في أقرب وقت، لأنه الحقيقة زي ما قلت من شوية الأشخاص ذوي الإعاقة في تشوق ل يعني صدور هذه اللائحة ولا تتأخر في العمل بها. إذا كان في بعض الجهات يعني ممكن يقول في بعض الأمور من الناحية الفنية فعلا كانت تستغرق وقت، زي أن أنا أعمل ملف صحي، أبتدي أعمل قاعدة بيانات، بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، كل دي حاجات واردة في القانون، دي هتحتاج إلى إعداد فني ويعني إعداد لوجيستي للبدء في العمل بها، لكن المهم أن نبدأ. واخد بال حضرتك؟ فأنا يعني بناشد السيد رئيس الوزراء، ويمكن دي مش أول مناشدة، لو سمحت نسرع في إصدار هذه اللائحة، ويريد تكون قبل نهاية السنة.